تستخدميه لنفسك او تديه هديه جميله لحد، او تعملي مشروع خاص بيكي تنفذي فيه منتجات حلوه وشيك وافكار كتير مختلفه وكلها هاند ميد، محتاجه تشوفي وتتعلمي ازاي تنفذي منتج كامل من البدايه للنهايه. عاوزه تعملي ديكور لبيتك بتصميم خاص وبذوقك انت؟ نفسك بنتك تتعلم تحط لمسه رقيقه على هدومها وعلى ادواتها؟ لو انت كل دول يبقى الكورس ده ليكي. في الكورس هنلاقي شرح مفصل لمنتجات جميله هنعملها مع بعض، هنعرف ايه الادوات اللي نشتريها لما احب انفذ بروجكت معين، وازاي انوع في استخدام الماتيريال، وازاي نطلع منتج جميل بتصميم حلو حتى لو انا مش بعرف ارسم او اصمم. انا زينب ثابت، خبره 10 سنين في مجال التطريز والهاند ميد، اخدت كورسات كتير وطبقتها لحد ما اتقنت شغل الهاند ميد وبالاخص التطريز. من خلال رحلتنا في الكورس هنشتغل مع بعض على 10 منتجات مختلفه، كل منتج فيهم هكون معاكي من اول طريقه تنفيذه لحد ما يوصل لشكل نهائي مميز. ومش بس هنستخدم التطريز، لا احنا كمان هنعمل ميكس للماتيريال اللي هنستخدمها، الوان، جوخ، خيوط، كانفاس، خرز، علشان نطلع بافكار جديده تناسب ذوقك الشخصي. كل درس في الكورس واخد حقه جدا في الشرح، وكل منتج من المنتجات اللي هنشرحها ينفع تبداي بيه مشروع لوحده ويكون بدايه طريقك ان شاء الله. الكورس هيفضل معاكي مدى الحياة، تقدري ترجعي له في أي وقت، ومش شرط تتابعي الكورس من على كمبيوتر أو على لابتوب. تطبيق أكاديمية بناء متاح ليكي بكل الوسائل، أندرويد وتطبيق iOS، سهل الاستخدام وسهل المتابعة. ولو وقف معاكي حاجة تقدري تسأليني في أي وقت على موقع أكاديمية بناء في قسم الأسئلة وهجاوب عليكي بنفسي. وبنهاية الكورس تقدري تحصلي على شهادة معتمدة من أكاديمية بناء. وهديتي لكل مشتركات الكورس هيكون في نشاط فني كامل للأطفال، هنتعلم فيه أساسيات الطارة والتطريز والتلوين على القماش. هعمل معاهم نشاط عن فلسطين، هننفذ فيه رسمة بنوتة بشعر جميل من الخيوط، وده علشان أولادك يشاركوكي متعتك في بداية تعليمك للهاند ميد ويستمتعوا معاكي بأنشطة مفيدة. هكون مبسوطة جدا بمشاركتكم معايا في الكورس على أكاديمية بناء. جهزوا أدواتكم ويلا نفنن مع بعض. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.